كبيت لك شيء املي وقتها كنا بالمقابله، انا لو عارفه بتكب قنابل كنت استضفتك. لا انا ما لي علاقه. ما لك علاقه؟ لا اكيد كب قنابل عليك. لا بحبك ومتابعك على تويتر وعلى الفيسبوك. عليك لا. طيب بس قل لي شغله، هلا بعد ما عملت هيدي المسرحيه انطباع عن جد هالقد تغير؟ يعني بتحس انه فعلا قدروا يعملوا اختلاف بعمل هالقد يعتبر صغير حد المصيبه وكبر الماساه اللي كنتوا عايشينها؟ هلا بالنسبه لنا اعمل اختلاف لنا، لانه نحن كنا عايشين بكذبه قبل، انه ما عارفين انه هيك تبعون الجبل، انه في هلا في 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 زعران تحت وفي زعران فوق، يعني وين ما كان هيدي موجوده طبعا. فنحن كان انطباع كل الجبل انه كلياتهم زعران. فلما نزلنا لا في عالم كثير قوادم ومناح، وبنقعد وبنتحدث مع بعض ما في احلى منه. فكنا هن عايشين هيدا الشيء، يعني حتى كانوا يبعثوا للمناطق سلاح قد المعركه يومين او ثلاث ايام. يعني كل الشغله سياسيه. شو دوركم كشباب المنطقه؟